انه حضرتك عندما يعني تلقي شعرك في الخارج بتبقى انت الشاعر المصري بمعانيه بتجربته اللي بتنقلها للعالم. طيب انا عايز اخد من اذا ذائقة المصري في التلقي لم تتغير، نعم ولا لكن هل تأثر المنتج الشعري تراجع؟ تراجع التراجع تراجع المنتج الشعري في مصر او في غير مصر، سواء كان عربيا او عالميا، هذا امر موجود. بمعنى الان نعم يعني مثلا في شاعر اسمه بيلي كولينز امريكي، ده يعني طفره، باع 1,000,000 نسخه من ديوان واحد. مليون نسخه مليون نعم من ديوان شعر من ديوان واحد. بيلي كولينز شاعر عظيم وشاعر كبير هو الاخره، ومات ده ياخد نوبل ده في الشعر للاسف، مات قبل ان ياخد مات قبل ان يحصل لكن على لكن هو ده الشعر اللي نصبوه امير الشعراء في امريكا. نعم مش كده؟ نعم ما بين كولينز. 2001 2002 تقريبا. نعم بيلي كولينز. لكن كبار الشعراء الان في العالم يطبعون من 1,000 إلى 2,000 نسخه فقط. المساله الان في مصر او في غير مصر بتتراوح من 50 إلى 200 نسخة أو 600 نسخة، يعني توزع على الأهل والأصدقاء والأبناء والزوجات بس أنت بتعتبر كده إن هو لم يوزع؟ لم يوزع طبعًا، هذا هذا يعني كده طباعة سرية. طباعة سرية هي المشكلة، إنه أي ناشر في مصري أو عربي يقول لك والله أنا لا أنشر الشعر لأنه لا يباع. وإذا نشر ينشر على حساب الشعر. على حساب الشعر، ومن 100 إلى 150 نسخة. مش تليك ديوان باع 80,000 نسخة؟ الوصايا في عشق النساء. يعني برضو لا يقاس لا يقاس عليه. يعني هو في ديوان اخر باع 40,000 نسخة. في اعمال، انا عندي 4 اعمال ما بين 80,000 الى كم، 40 كم، و50 فيها. لكن انا برصد مع حضرتك يا دعني بس اجيب فكرة أن تتيح العمل للقارئ المصري، القارئ المصري عظيم ليس غبيا يعني. احنا ما بنشوفش الشعر دلوقتي إلا الهيئة وقصور الثقافة مش كده؟ لا توجد سوى هيئتي، الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، لأنهما الجهتان المخولتان يعني الحكوميتان الرسميتان. لكن عليك أن تنتظر عاما أو 5 أعوام، فهذا الأمر يكون الشاعر قد تجاوز مرحلته الشعرية. صحيح. وذهب إلى مرحلة أخرى جديدة.